خليني أنتقل مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ولاية ميشيغان مع رئيس تحرير جريدة الوطن أسامة السبليني. صباح الخير. صباح الخير عنا. صباح النور لك ولضيفك وعندك ويمكن وعينيك كثير بكير، يمكن بعد ما نمتوا ولا يهمك. في هذه يعني منذ ساعات أنتوا عم بتخوضوا انتخابات تمهيدية في هذه الولاية، ولاية ميشيغان تعتبر من الولايات المتأرجحة يلي يتنافس فيها الجمهوريين والديمقراطيين. سجلت موقف في هذه الانتخابات على الرغم من فوز يعني جو بايدن ما بعرف حضرتك بتقلي أكثر الأرقام، بس بغالبية أصوات الديمقراطيين، ولكن بدنا نتحدث معك عن الموقف اللي سجلته بصناديق الاقتراع. تفضل، قد ايه بلغت نسبة من صوت بأنه غير ملتزم؟ طبعا ما كان مفاجأة بأنه يربح جو بايدن الانتخابات في الحزب الديمقراطي في ترشيحه للرئاسة، وما كانت طبعا مفاجأة بأنه ترامب يربح ترشيح الحزب الجمهوري، ولكن المفاجأة وطبعا اللي تحضرت لجو بايدن هي مفاجأة غير الملتزمين. غير الملتزمين هن اللي بيعتبروا حالهم بانه يعني غاضبين على سياسه بايدن في تجاه غزه، وبيعتبروه بانه هو شريك في الحرب وشريك في الجريمه اللي ارتكبت ضد الفلسطينيين في قطاع غزه، وبالتالي كان التصويت اليوم هو ريفرندوم يعني على بالحزب الديمقراطي على جو بايدن. اليوم 95% طبعا من الاصوات قد حسمت يعني وحسبت، 762 الف صوت في الحزب الديمقراطي، بايدن اخذ 620 الف صوت، غير الملتزمين صوتوا ب 100 الف وتقريبا شي حوالي 100 الف و200 هيك شيء، 100 الف و200. بالحزب الجمهوري طبعا كان هنالك تنافس بين دونالد ترامب وبين نيكي هيلي، لذلك المشاركة الجمهورية كانت أكثر، 1,100,000 صوت جمهوري طلعوا بالانتخابات هذه، 756,000 أخذهم دونالد ترامب، 295,000 أخذتهم هيلي، والغير الملتزمين بالحزب الجمهوري 33,000. إذن الجمهوريين يعني اليوم حسموا موقفهم من دونالد ترامب. أما بالنسبة لي الديمقراطيين هنالك أزمة كبيرة أمام بايدن في ولاية ميشيغان. ولاية ميشيغان مثل ما تفضلتي سيد جوزفين بأنه هي من الولايات المتأرجحة، هنالك 7 ولايات متأرجحة في أمريكا بالانتخابات الرئاسية، منهم ولاية ميشيغان. للصدف بأنه ولاية ميشيغان هي الولاية الوحيدة التي ستحدد في نوفمبر من سيكون الرئيس الأمريكي المقبل، يعني هذه الانتخابات هي مؤشر على بأنه بايدن في أزمة سياسية، يعني هودي 100,000 بشكله خطر على رئاسة بايدن في عام 2024. يعني عم تحكي بالانتخابات الأخيرة، أنه لو بنوفمبر، يعني عندما يصل إلى الانتخابات المفصلية قد يكون أنه هول الأصوات 100,000 هن ممكن يكونوا يحددوا إذا سيفوز بايدن بولاية ميشيغان أو ترامب، وبالتالي بيأثروا عليه على مستوى النقاط على اعتبار أنه ميشيغان عندها 15 صوت، صح؟ عنده 15 صوت انتخابي. نعم. طبعا يعني تاريخيا يعني بالانتخابات في عام 2016 دونالد ترامب ربح ميشيغان ب 11,000 صوت، أقل من 11,000 صوت، وفي 2020 جو بايدن ربح ميشيغان ب 154,000 صوت، ولكن في عام 2020 146,000 عربي أمريكي صوتوا في الانتخابات، 70% من أصواتهم راحت لجو بايدن. اليوم جو بايدن لن يحصل إلا أكثر من 25% من هذه الأصوات، وبالتالي جو بايدن إذا حصلت الانتخابات اليوم سيفشل في ولاية ميشيغان، وسيكون الرابح هو الخصم الجمهوري اللي يمكن في أكثر الاحتمالات يكون دونالد ترامب. طيب، هون أنا عندي السؤال، أنه أنتوا عم بتخوضوا معركة لتسجيل موقف ضد سياسة بايدن في الحرب الإسرائيلية على غزة،
ولكن هذا يمكن أن يقودكم إلى خيار يمكن ما بعرف مر كمان، أنه بالآخر بالانتخابات الأخيرة بتكون تصيروا تنقوا ترجعوا بين جو بايدن ودونالد ترامب، ويمكن للأجيال العربية أو للجاليات العربية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما تكون أقرب من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، لأنه معروف عن دونالد ترامب قديش هو متعصب يعني بالبيئات المختلفة. فساعتها أنتم بتكونوا عم بتشاركوا بانتصار دونالد ترامب على جو بايدن. فليكن. أولا بأنه لا طبعا أولا هو مر ومر، يعني الخيار بين دونالد ترامب وبين جو بايدن هو خيار بين مر ومر، مش مر وأمر، لأنه في عام 2020 نحن اخترنا جو بايدن على دونالد ترامب. ما هي كانت النتيجة؟ 30,000 قتيل، 70,000 جريح، 1.5 مليون مهجر، والحرب مستعرة ومستمرة. نحن نعتبر بأنه كل شهيد في غزة هو نحن مسؤولين عن دمه فيها. بالتالي أنا دعيت الجالية العربية بأنه كل واحد منا يدلي بأصواته وكأن بالنيابة عن هؤلاء الذين سقطوا شهداء في غزة. نحن لن ننسى، لن ننسى لا اليوم ولا بين اليوم ونوفمبر القادم بأنه جو بايدن هو كان شريك في القتل والذبح والدمار اللي لحق في منطقة بغزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا. وبالتالي نحن مستعدين للمنازلة في نوفمبر، ويخسر دونالد ترامب يربح دونالد ترامب، هذه ليست قضيتنا. قضيتنا هو إسقاط جو بايدن لأنه شريك في الحرب ومجرم حرب، وهو صديق وشريك لبنجامين نتنياهو. هو ليس صديق لنتنياهو، شريك وصديق حميم لنتنياهو. استاذ اسامه، ما هو ما استقبله بالبيت الابيض كل عهده، ومعروف انه ما في كيمياء بين بايدن ونتنياهو، ونتنياهو ناطر حليفه ترامب. نتنياهو يراهن على الانتخابات منتظرا حليفه دونالد ترامب وصديقه. بعد 7 اكتوبر يا سيدتي ذهب جو بايدن الى اسرائيل واحتضن نتنياهو وقال له انا صهيوني، وجلس معه في حكومه الحرب وقال له هذه الاموال، هذه الصواريخ، هذه القنابل، وهذه الغطاء السياسي والمخابرات الامريكيه كلها في خدمه حضرتك، تفضل اقتل اللي بدك اياه قد ما بدك اقتل. لا ابدا. طب هل تتوقعون يعني من دونالد ترامب ان يقوم بالعكس؟ لا، يعني دونالد ترامب عنده 4 سنوات من الحكم في، انا ما عم دافع عن دونالد ترامب، ما هو نحن مشكلتنا هو بين مجنون بين مرين، بين مر وامر يمكن، ما بعرف طبعا. بس هو معروف لانه اليوم انه جو بايدن يمارس ضغط على دونالد، على يعني نتنياهو. اليوم المعروف انه الاداره الامريكيه الحاليه تمارس الضغوط على نتنياهو وحكومه نتنياهو لحصر هذه الحرب في غزه، على الرغم طبعا من الدعم. فكرمال هيك انا عم بسالك اليوم ايهما الامر بالنسبه لكم؟ تسمعيني انت؟ عم بسمعك. عم تسمعيني؟ هقول لك انا الكلام المعروف غير صحيح، لان انا كنت من الذين شاركوا في الاجتماع مع البيت الابيض اللي اجوا موفدين البيت الابيض اللي اجوا على ميشيغان، وانا كان معي اجتماع معهم منفصل عن كل اجيالي بيني وبينهم شخصيا، وانا استطيع ان اجزم بانه جو بايدن هو شريك في هذه العملية. طب حتى الان لا يستطيع جو بايدن ان يقول لنتنياهو سيز فاير، وقف النار. نعم، يعني لا يمكن. في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن رئيس أمريكا غير قادر على إعطاء أوامر إلى إسرائيل. إسرائيل هي ربيبة أمريكا. نعم. طيب، شكرا لك رئيس تحرير جريدة الوطن من ميشيغان. إلا إذا بدك تضيف شيء أستاذ أسامة السبلاني، يعني خلصت النتيجة ولا بعد؟ هلأ بعدها عم تخلص. الإضافة الوحيدة بأنه أنا بقدر بأكد لك بأنه شعبنا، جاليتنا هون اللبنانية والعربية بشكل عام، مصممة على أن تكون
يعني رقم مهم في الانتخابات القادمة. القدر أعطانا بأن تكون ميشيغان هي الولاية التي تقرر من هو الرئيس، ونحن مفتاح هذا القرار، وسنقوم بالمرصاد لهم في نوفمبر إن شاء الله. نعم، شكرا لك أستاذ أسامة السبليني، رئيس تحرير جريدة الوطن، كنت مباشرة معنا من ولاية ميشيغان من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك، وشكرا لك جزيلا على هذه المشاركة.